في افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، تمكن الضيوف من تعديل الكفة عبر دافيد بارال مع بداية الحصة الثانية، مستفيدا من طرد المدافع جيرار بيكي قبل أن يعطي المالي سيدوكيتا التقدم للبرسا مجددا في الدقيقة 80، ليأتي تأمين الانتصار الكتالوني بأقدام تشابي مسجلا الهدف الثالث قبل النهاية بدقيقتين. وفاز مالاغا على ختافي بثلاثة أهداف لهدف، افتتح دييغو كاسترو النتيجة لختافي قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يتمكن أليسو بيريرا من تعديل الكفة لمالاغا في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة. ومن تسديدة أخرى تمكن مالاغا من تسجيل هدفه الثاني في المواجهة عبر جيريمي تولالان في الدقيقة 82 قبل أن يختتم سانتياغو كازورلا مسلسل التهديف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90. وتعادل مايوركا مع ضيف أوساسونا بهدف لكل منهما ألفارو سيخودو، ووضع الضيوف المقدمة عند الدقيقة 45 قبل أن يدرك إيميليو نوسو التعادل لأصحاب الأرض دقيقة 71. هذا وتمكن رايو فايكانو من قلب تأخره بهدفين لفوز بأربعة على ضيف راسينغ سانتاندير. توريخون افتتح التسجيل لراسينغ بعد مرور 9 دقائق، وتبعه غونزالو كولسا بالهدف الثاني في الدقيقة 28. وقبل الاستراحة بدقيقة واحدة قلص ميتشو الفارق لرايو قبل أن يعود اللاعب ذاته ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 64. هدف أربك دفاع راسينغ الذي تلقى ثالث الأهداف عبر تامودو بعد 3 دقائق فقط. كانت الدقيقة 72 كفيلة بالقضاء على أمل الفريق الضيف بعد تسجيل بيتيال لهدف رايو الرابع.